في ختام نشرتي الرياضية، يتجه العديد من الشباب في الجزائر إلى ممارسة رياضة جديدة ظهرت في أوكرانيا ثم انتقلت إلى روسيا وانتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، سرعان ما وصل صداها مؤخرا إلى الجزائر. إنها رياضة ستريت وورك أوت. ستريت وورك أوت هي رياضة تمارس في الشارع، وهي بديل للرياضات الممارسة في الصالات الرياضية. تعرف بحوني عز الدين ورفاقه على هذه الرياضة من خلال أحد الأصدقاء العائد من أوكرانيا والأشرطة المنشورة على الإنترنت، وهو ما أثار فضولهم. نحن في صالة ميسكيلاسيون كنا نونترينيو، ومن بعد واحد صاحبنا امين ريغي راح لوكران شاف سبور هذايا، شاف لي بار فيكس لي بار بارالل، ونطرينا مع دينيس مينيس، ونطرينا ولي بروغرام قدامنا كي ولا عطانا ليدي دينا هذا السبور. وقت لهنا تقول غابه لهنا، تقول مليحه ثاني، تقول على جل الهواء، تقول صاله مغلوقه اون بليس صاله تحديد، تقول ترجعك تقيل تسود هنا، تقول تخدم بوكو بليس لا سو بلاس. غابة غاريدي بالعاصمة هي وجهة العشرات من الشباب الذي يمارس فيها العديد من التمارين الرياضية التي تشمل الفخذ، البطن والصدر وكافة أنحاء الجسم. تقدر تخدم كيما بروغرام باك بيسبس ايبول تريسبس جومبو دورسو، وفي الفري ستايل فيها بزاف الانواع، فيها فرنت ليفر، فيها باك، فيها ماسل اب، فيها لي درابو. ولا غير سبور ناتورال الحمد لله، خير من تروح دير في الصاله منها ما تربح صحتك ما والو تنفخ برك. انا تعمر ميسكل صغير وتكون خادم مليح. التمرين في الهواء الطلق اكثر ديناميكيه، لكنه لا يخلو من الاخطار، لكن اخطاره اقل ضررا من وجهه العادات السيئه. هي لكل حل، فيها اخطار، فيها كلش سبور فيهم الاخطار. سما تقول لازم ما نقعدوش حابسين في بوان واحد، سما لازم نقعدو نسيو نشوفو نلحقو لي ليميت ديالنا. هذه هي توجور لازم لي زيتيرمون لي شوفمون باش نبداو باش اون كادي بليسير ما تكونش غراف. التمرن في الشارع ليس بالسهل نظرا لعدم وجود الامكانات، لكن هؤلاء الشباب استطاعوا ان يبتكروا في وقت قياسي الحلول لذلك، كما يطالبون بالتفاتة من السلطات المعنية. طلبوا من المينيس لا جيناسي سبورتيف يشوف الدراري هذوما، وكاين عباد بزاف حبسوا الدخان، حبسوا كذا، تشوفوا الله يبارك راهم قريب 100 واحد يجي في النهار، هذوما ما كان والو تما اليوم مازال الحال باش يجوا. ماذا بينا حنا يشوفوا لينا شويه ينقيوا الحاله، يخدموا لنا شويه ولا يديروا في دوتر كارتي اللي باش الناس تقدر دير سبور، باش نقصوا منها لا ديلانكونس، ينقصوا لي فوايو، يولوا لي جون كاع يديروا سبور، ومنها يبنوا دي سال ماشي غير هنايا، يبنوا بارتو باش كاع لي جون يجتمعوا يديروا سبور. ستريت وورك اوت رياضة ترتكز على إتقان العديد من التمارين الرياضية بطريقة فنية، وتتخذ من الشارع فضاء لها. بستريت وورك اوت مشاهدينا الفاضل نصل وإياكم إلى نهاية نشرة أخبار الرياضة. السلام عليكم.